هذا هو المسار المخصص للمشاة إلى المسجد النبوي الشريف من حي قربان، مليء بالفنادق الرخيصة، وإن شاء الله نحاول نصور لكم في أحد هذه الفنادق. ترى هذه الفنادق أسعارها ما بين 100 إلى 150، اللي يبحث عن الرخص هذه الفنادق كلها متاحة. هنصور لكم أحد الفنادق. نكمل طريقنا، خلاص شارفنا على الوصول. هذا هو مبنى الجزيرة اللي أمامنا مباشرة، اللي فيه مطعم البيك. تمام، هتشوفوا بشكل أوضح. أقاموا الصلاة، للأسف ما أدركنا إقامة الصلاة في المسجد النبوي الشريف، لكن نكمل طريقنا. السلام عليكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير، حياكم الله، صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، طيبة الطيبة. متجهون بأمر الله إلى المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة المغرب بحول الله وقوته، ونحن الآن في آخر ساعة من يوم الجمعة قبيل أذان المغرب، تقريبا يمكن 10 دقائق. فنسأل الله عز وجل في هذه الدقائق، وهي مظنة إجابة الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه، وأن يعطي كل واحد منا مسألته. يا رب يا كريم، أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نسألك اللهم من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب نسألك من خير ما سألك السائلون في هذا اليوم. يا رب يا كريم، أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا يا رب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. طبعا احنا الآن في شارع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إن شاء الله هذا الطريق مباشرة يوصلنا إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من الناحية الشرقية، الجنوبية الشرقية تقريبا، وحنصور لكم بإذن الله تعالى على مدار الطريق حتى وصولنا إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. طبعا الحي، حي العوالي، من أقدم الأحياء الملاصقة للمسجد النبوي الشريف. طبعا طريق الملك عبد العزيز، تقريبا نحن نمشي بمحاذاة طريق علي بن أبي طريق الملك عبد العزيز، لكن طريق الملك عبد العزيز أغلق لأنه في مشروعات إعادة تطوير للمنطقة اللي فيها شارع الملك عبد العزيز، بما في ذلك حيكون في توسيع لمقبرة البقيع. طبعا اللي بيسأل عن فنادق رخيصة، ممكن تجد كثير من الفنادق في هذه الناحية، مثلا وردة العوالي، في كثير من الفنادق رخيصة في هذا المكان، اللي يحب يعني شيء رخيص ما يكون غالي. طيب خلينا نعدي. لو تلاحظوا مثل هذه البيوت، بيوت قديمة لها عشرات السنوات. الحي بشكل كامل حي قديم جدا، يعني مثلا هذه العمارة أتوقع لها عشرات السنوات. ما شاء الله تبارك الرحمن، حفظ الله جميع أهل المدينة وجميع زوار المدينة الطيبين المباركين. ما شاء الله، كثير من المحلات التجارية في طريقنا. طبعا هذا الطريق مثل ما ذكرنا هو يحاذي طريق الملك عبد العزيز. الآن طريق الملك عبد العزيز على يميني، وطريق قربان حيكون على يساري، فنحن نمشي تقريبا بنفس الاتجاهات. يعني لو تلاحظوا هذا المسار حيكون قربان اللي هو على اليسار، نحن طريق اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي نمشي فيه الآن، وعلى يميني حيكون اللي هو شارع الملك عبد العزيز. بس عشان يعني تتصوروا الطريق اللي نحن جالسين نمشي فيه. تمام، إن
شارع قربان أيضا في كثير من الفنادق اللي هي الرخيصة. كثير من الناس يسألوني نحتاج فنادق. طبعا الآن المنطقة المركزية كلها أرخص فندق ما حتجده أقل من 200 ريال تقريبا. أنا أتكلم عن أسعار الأفراد، بينما أسعار المجموعات ربما يعني يختلف، ينزل عن 200 ريال. بالنسبة لموضوع الأسعار اللي هي للأفراد، يعني مثلا رجل حاب أنه يزور المدينة بعائلته، يعني ممكن يسكن في هذه الجهات يحصل شيء أقل من 200 ريال، ممكن يجد من 100 ريال إلى 200 ريال في شارع قربان وفي هذه النواحي اللي نحن الآن متواجدين فيها. تمام، ما شاء الله تبارك الرحمن. شايفين المسجد النبوي الشريف بدأ يلوح في الأفق، منارة المسجد النبوي. أذن يوم تأخرنا شوي، الله المستعان، لكن إن شاء الله نصل. إذا بداية التصوير كان أقل من 10 دقائق. طبعا الأذان اللي تسمعوه هذا ما هو أذان المسجد النبوي. طيف طيبة، الله أكبر، الله أكبر. سامعين صوت الأذان في المسجد النبوي. هذه مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. شايفين؟ اللي يبحث عن الملابس السودانية
هذا محل الملابس السودانية، أحمد قاسم الحطامي التجارة. طيب، على ما يبدو أنه حنمشي بنفس مسار اللي هو السيارات من الطريق إلى الأمام، أيضا تابع لطريق أو لتوسعة شارع الملك عبد العزيز. هذه أيضا عمارة قديمة لكن جددوها ببعض الدهان الأبيض، ولا هي قديمة، واضح عليها أنها قديمة جدا، أيضا لها عشرات السنوات. سبحان الله، أتوقع مثل هذا المحل واللي بعده، هذول اللي في الزاوية، أتوقع كلا المحلين يعني قديمين جدا. هذا هو جبل أحد الحبيب، جبل يحبنا ونحبه. نقطع الطريق ونمشي مع الناس. هذا الطريق يودينا إلى شارع الملك عبد العزيز، وهذا الطريق حيودينا إلى المسجد النبوي الشريف. نحن حنمشي مع الناس، نشوف وين يمشوا نمشي معهم. بسم الله. طيب، ممر مشاة، حنمشي في هذا الممر أو شكلنا حنروح مع الجماعة اللي هنا. بس الآن هذه المنطقة كلها فيها إعادة تطوير، أدري نشوف إن شاء الله نلحق بإذن الله تعالى. طيب، حنغلق التصوير شوي كده ونحاول نعجل شوي على أساس نلحق. الآن أقاموا الصلاة ونحن خلاص قريبين على المسجد النبوي الشريف، لكن ما ندري هل حندرك أو لا، لأنه تقريبا إلى مصليات الرجال لسه حنحتاج قريب من 10 دقائق، أتوقع أقل من 10 دقائق إذا جدينا في السير، ونحن جالسين نحاول قدر المستطاع أنه نسرع. أنا مكان ما وقفت سيارتي تقريبا في حدود 25 دقيقة، قلنا خلينا نتمشى، ما ظنيت أن الوقت كذا حيداهمني، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذا كله حي العوالي. الآن أصبح مسار السيارات اللي بياخذ من طريق الملك فيصل وحاب أنه يدخل إلى شارع الملك عبد العزيز لابد أنه يدخل من هذا المكان عشان يروح على شارع الملك عبد العزيز. كده الآن وصلنا إلى المنطقة المركزية، هذه المنطقة المركزية أمامنا مباشرة، هذه المركزية الجنوبية الشرقية، تمام، أقصى الجنوبية الشرقية، مبنى الجزيرة التجاري حيكون على يميننا الآن. خليني بس نعدي ونصور لكم إن شاء الله. هذا هو مبنى الجزيرة، شايفين؟ نحاول نستعجل شوي، الظاهر ما في مدخل من هنا، لأنه أيضا في أعمال حفر. هذا كله تابع للتوسعة، أو خلينا نقول التطوير الحاصل شارع الملك عبد العزيز. وهذه بعض الفنادق اللي ان شاء الله نحاول قدر المستطاع نصور لكم ما استطعنا. هذا شارع الملك عبد العزيز، عفوا، هذا شارع الملك فيصل او طريق الملك فيصل او الدائري الاول. لا، انا بدي حاجه على خير.
هذا هو مسجد بلال، مسجد بلال أبو العلا. فندق تاج ورد أمامنا، وفندق ثلاث نقاط تقريبا اسمه كذا. أهم شيء أنتم متصورين الطريق اللي نحن مشينا منه. نحن جينا من هذا الحي، حي العوالي، لكن نحن جينا من أقصى، من هذه الجهات، من عند مستشفى الزهراء. الآن حناخذ يمين على أساس نطلع جهة مقبرة البقيع. يا سلام يا سلام. هنا في عندنا بعض الفنادق الجديدة اللي فتحت حديثا، مثل هذا الفندق اللي على يميننا، فندق جايدن، والفندق اللي على اليسار اسمه فندق فالي المدينة. ما أعرف هذه التسميات هل لها معاني أو لا. واللي أمامه فندق إيش؟ فندا، فندا المدينة. بيظهر انه اللي الامام ما له علاقه باللي في اليسار. فندق، نعم هذا الفندق، لكن الظاهر لسه ما خلصوا منه. هذا شوفوا من هذا المكان واضح معي فندق اوبروي المدينه. اذا يظهر معكم ولا لا، خلونا نحول على الوضعيه الثانيه. نكمل معكم. على يميني هارموني، سرايا هارموني، كأنه في فندق آخر بهذا الاسم ما أعرف. في هذا فندق جل نار طيبة، متاح ب 250 ريال، يعني أيضا هذا سعره يعتبر طيب، أو عفوا 270 ريال تقريبا. يعني أنا سألت المسؤول عنه في قسم الحجوزات، كنا بنحجز لمجموعة فحسبوا لنا بتقريبا 270 ريال. الفنادق الشمالية وسطيا سعر الإقامة فيها 300 ريال أقل شيء. الجنوبية والغربية تجد فنادق ب 250 إلى حد 220 ممكن الواحد يجد. تمام، الله المستعان. انتهت الصلاة، ما أدرك. هذه هي مقبرة البقيع. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. كذا نكون دخلنا في المسجد النبوي الشريف من الجهات الجنوبية الشرقية، من جهة مقبرة البقيع. لاحظ في مجموعة من الناس يصلوا في الأمام، متقدمين على الإمام، وهذا خلاف الجمهور، خلاف رأي الجمهور، إلا الإمام مالك. الإمام مالك يرى لا بأس بالصلاة، بالصلاة يعني أمام الإمام. ولا أدري يعني تفصيل المسألة، لكن هذا قول من الأقوال. طيب ندخل الآن ونصلي في هذه الجهات. بالنسبة لمقبرة البقيع، مقبرة البقيع تفتح من بعد الفجر تقريبا لمدة ساعتين، ثم تغلق، وبعدها تفتح بعد العصر لمدة ساعة واحدة. بقية الأوقات مجرد أنه يدخلوا ويدفنوا، يعني إذا كان في صلاة على جنازة فيدخلوا الجنازة فقط للدفن، ثم يغلقوا المقبرة. تمام، نسأل الله التوفيق للجميع.
نكسب الصلاة. نراكم على خير بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.